دعونا نتحدث عن الجراحة لآلام أسفل الظهر أو آلام العمود الفقري القطني. عادة ما يعرف الجزء السفلي من العمود الفقري، وهو هذه المنطقة من العمود الفقري، بالعمود الفقري القطني. من الشائع جدا أن تعاني من آلام أسفل الظهر. والآن ما هي أسباب آلام أسفل الظهر؟ إما أن يكون هناك مشكلة في القرص أو أن هناك مشكلة في العظم أو أن هناك مشكلة في مفاصل العمود الفقري أو أن هناك مشكلة في الاستقامة العامة للعمود الفقري. لذلك، في معظم الحالات، إذا كانت المشكلة متعلقة بالانزلاق الغضروفي، فيمكن علاجها من خلال الأدوية والتمارين. الآن في الحالات التي يكون فيها انزلاق العظم أو المفاصل لا تعمل بشكل جيد أو إذا كان هناك تورم في المفصل فقد نقوم بإجراء عملية جراحية لذلك. الآن، أكثر أنواع العمليات الجراحية شيوعاً والمطلوبة لعلاج آلام أسفل الظهر هي جراحة الدمج. بالنسبة لجراحة الدمج، لنفترض أن هذا هو العمود الفقري لديك وأن هناك حركة غير طبيعية تعرف باسم الانزلاق الفقري، مما يعني أن العظم ينزلق للأمام. في هذه الحالة نستخدم البراغي لتثبيت العظام. هذه هي الطريقة التي يبدو بها المسمار النموذجي المستخدم في جراحة العمود الفقري. نقوم بوضع براغي في العظم بهذا الشكل ويتم تثبيت العظم بقوة بواسطة هذه البراغي. ونستمر في وضع هذه البراغي على كافة المستويات المطلوبة من الجانبين. بهذه الطريقة، بعد ذلك نضع براغي متشابهة على المستوى المجاور أو من كلا الجانبين وأخيرا نثبت كل هذه البراغي على قضيب مثل هذا. الآن، يصبح هذا بناء قويا ومتينا مثل هذا. يعرف هذا النوع من الجراحة بجراحة تثبيت العمود الفقري. الآن التثبيت هو مجرد جزء واحد منه. نحن بحاجة إلى الانصهار أيضا. الاندماج يعني أننا نريد أن يتشكل العظم بين العظام بحيث تلغى الحركة تماما. لذلك نضع أقفاص بين الفقرات مثل هذا. الآن يتم وضع هذه الأقفاص الفقرية بين العظمتين بهذه الطريقة. نخرج القرص ونضع هنا عظما مع قفص. وبهذه الطريقة يتم إجراء النوع الأكثر شيوعا من الجراحة. وهذا ما يسمى جراحة الدمج التحويلي بين الأجسام القطنية، والتي تعرف باسم جراحة TLIF. لذا، في هذه الجراحة نضع براغي في العظم بهذا الشكل ونربطها باستخدام قضيب بهذا الشكل. ثم نضع القفص الفقري هنا هكذا. تسمى الجراحة الكاملة بجراحة TLIF. وبالمثل لدينا أشكال أخرى من جراحة الدمج أيضا والتي تعرف باسم الدمج الخلفي الجانبي. عملية جراحية نقوم فيها بالدمج بين هذين الأمرين. تعرف هذه الأشياء باسم العملية المستعرضة. لذا فإن الاندماج بين هذين الأمرين يعرف بالاندماج الجانبي الخلفي. وبالمثل، يمكننا إجراء XLIF حيث يتم التثبيت والدمج من خلال الجزء الأمامي من الجسم أو يمكننا أن نفعل أولف. في أولف نقوم بإجراء الدمج القطني المائل بين الأجسام، وهو الدمج من خلال هذا الجزء من البطن. نجري شقا هنا وتتم الجراحة بأكملها من خلال هذا الجزء من البطن. لذا بشكل عام، عندما تكون هناك حركة غير طبيعية في العمود الفقري أو إذا كان العظم مرتخيا أو كان المفصل غير كفؤ أو القرص لا يعمل بشكل جيد، فإننا نحتاج إلى إجراء عملية جراحية لآلام أسفل الظهر. تعرف هذه الجراحة عادة باسم جراحة الدمج القطني الخلفي مع جراحة التثبيت، وهما مجرد نوعين مختلفين من العمليات الجراحية التي نقوم بها عادة. الآن يمكن إجراء هذه الجراحة من خلال الطريقة التقليدية المفتوحة أو من خلال تقنية طفيفة التوغل أيضا. في تقنية التدخل الجراحي البسيط، عندما نقوم بهذه العمليات الجراحية، تكون الندبة صغيرة، وفقدان الدم أقل جدا، وفرص الإصابة بالعدوى منخفضة، وإعادة التأهيل سريعة ويتمكن المريض من العودة إلى المنزل بسرعة كبيرة. لذا، إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر ونصحك طبيبك بإجراء عملية جراحية لآلام أسفل الظهر، فهذه بعض الإجراءات الشائعة التي ستساعدك في علاج آلام أسفل الظهر. شكرا لك.